أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكان الله سميعا عليما. تخفوه أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم
ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا صدق الله.